مع دقيقة المثمر كل يوم نصائح زراعية من أجل فلاحة عصرية مربحة وأكثر مردودية. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، في حلقة اليوم غادي نتحدثوا على تقنية تخزين الحبوب، فالهدف من تخزين جيد والحفاظ أقصى ما يمكن على الحبوب من الضياع الكمي والكيفي واللي يمكن تتعرض ليه تحت ظروف الحرارة والرطوبة وتواجد الطفيليات، سواء تعلق الأمر بالمخازن الجماعية، أماكن تخزين تقليدية أو أماكن تخزين العصرية، ولازم توفر بيئة صحية بداية من لحظة استلام محصول حتى الوقت الاستعمال دياله، وتخزين الحبوب لفترة من الزمن بعد الإنتاج ديالها أمر لابد منه حتى يتم استهلاكها أو تصديرها، ولهذا كتم مشاريع بناء المخازن والصوامع في مناطق الإنتاج حتى يتم توزيع المنتوج داخل مناطق الاستهلاك أو التصدير. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فإذا كان اختيار تصميم مكان تخزين الحبوب مهم، فالمتطلبات الأساسية للتخزين بأمان كتبقى هي الساس. فلتخزين الحبوب في ظروف جيدة خاص الحصاد يكون في مرحلة النضج الجيدة مع إمكانية تجفيف الحبوب قبل تخزينها، ومن ضروري يحافظ هيكل التخزين ديال الحبوب من دخول المياه والحشرات والقوارض والطيور. وإلا كان من ضروري تخزين الحبوب في محتوى رطوبة عالية، فلازم اتخاذ الترتيبات اللازمة لتبريد الحبوب، فدرجة الحرارة المنخفضة هي عامل مهم في التقليل من نشاط الحشرات والحفاظ على الجودة الغذائية، ولازم نخزن الحبوب في مكان ما تعداش فيه نسبة الرطوبة 70%، فالتخزين تحت مستوى الرطوبة الآمنة ضروري لمنع تدهور الناتج على الكائنات الحية الدقيقة والحشرات. وملي كيكون محتوى الرطوبة أعلى من المستويات الآمنة، يصبح تخزين الحبوب محفوف بالمخاطر والصعوبات، وكيكون من الصعب تجنب الخسائر. وفي هالظروف كيولي نوع المرفق ديال التخزين والتصميم ديالو ضروري لسلامة الحبوب المخزنة. وفي حالة تخزين بكميات كبيرة كيكون تطبيق بعض هاد التوصيات أكثر صعوبة. أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فتخزين الحبوب في صوامع أو في السيليو من أحسن طرق التخزين، فهي منشآت كبيرة. هذه الصوامع لازم تكون مجهزة بالمرافق اللازمة للوزن والمناولة والتنظيف والتجفيف والتهوية، وهذا كيسمح بإدارة عملية تخزين كميات كبيرة دي الحبوب بواسطة فرق صغيرة دي العمال. والصوامع المعدنية هي الأقل تكلفة والأكثر ملائمة، فكتخضع لتدفئة في الظروف المناخية المغربية وخاصة في فصل الصيف، ويمكن استعمال هذه المستودعات عوض تجميع الحبوب في الحضائر. وفي الأخير، أخي الفلاح، أختي الفلاحة، فميزة أخرى كتخلص في السهولة اللي كتوفرها هذه المستودعات في الحفاظ على شروط التخزين والتحكم في الحرارة والحشرات والعفن والطيور، واللي يمكن تؤدي خلال تخزين طويل الأمد إلى خسائر مهمة. والله معين. مع دقيقة المثمر، اليد في اليد من أجل فلاحة مثمرة ومستدامة.